سبحان الله، يعني هذا من أغرب الأبحاث التي قرأتها، أنهم يستخدمون الرحمة لعلاج الأمراض. كيف ذلك؟ العلماء في الغرب أصدروا مجلات كثيرة علمية، ومنها مجلة أبحاث ودراسات السعادة، يريدون أن يصلوا إلى السعادة ولكن في ظل الإلحاد، وبالتالي لا يصلون إليها أبدا، فيفتشون، وكلما وصلوا إلى حقيقة علمية وجدنا أن القرآن قد أمر بها. أعطيك مثال على ذلك، وجدوا أن الناس الذين يرحمون الآخرين، يتعاطفون معهم، يعطونهم ما يحتاجون، يقدمون لهم خدمات مساعدات، وجدوا أن هذا الإنسان يستجيب للعلاج بشكل أكبر من الإنسان الذي يكره الآخرين ولا يساعدهم ولا يرحمهم. لماذا؟ لأن هذه العاطفة وهذه الرحمة تنشط وتقوي وتحسن أداء النظام المناعي. ومن هنا لدينا حديث عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، صلى الله عليه وسلم.